الكاف قال انه قرعه دوري ابطال افريقيا الجديد والكونفدراليه هتبقى في اغسطس، وان الموعد الاخير لاسماء الفرق اللي هيتم او الانديه اللي هيتم ارسالها هو يوم 30/7. طيب ايه اللي هيجرى في مصر؟ اصل مصر استثناء، امال ايه؟ طبعا انتوا عارفين يعني. طيب الزمالك متصدر وراكب لغايه دلوقتي في انتظار النادي الاهلي يشوف هيعمل ايه في ماتشاته المؤجله. طب افترضنا ان الاهلي فاز في ماتشاته المؤجله او ما فاز في كلها، ايه اللي هيجرى؟ الزمالك والاهلي هما اول وتاني الدوري، وبالتالي خلاص محجوز مكانهم في دوري ابطال افريقيا الجديد. يعني يوم 30/7 بيجي يبصوا على الجدول يعرفوا ان الزمالك والاهلي هما الفرق بعيد قوي عنهم الباقيين، فبالتالي مش هيبقى فيه مشكله، وبالتالي ابعت الاسامي. طب المشكله الحقيقيه ان كاس مصر مش هيتلعب في الوقت ده ويكون خلص. كويس، كاس مصر يبقى هناخد ايه؟ الثالث والرابع زي البطوله اللي فاتت، المقاولون وبيراميدز. المره دي مين اللي هيروح؟ ده السؤال المهم. لكن اللي انت عندك على الورق في بيراميدز عنده 4 مباريات مؤجله وعنده 34 نقطه، لو فاز فيهم يبقى 12 بقى 46. اخونا المصري عنده 43 من 26 ماتش، سموحه 43 من 26 ماتش. يبقى المنافسه الحقيقيه بين 2 من الـ3 دول، هما اللي هيبقى واحد 2 هما دول اللي هيبقوا موجودين في الكونفدراليه. امتى بقى؟ هو ده السؤال. احمد بجد هيخرج منها ازاي؟ طيب هتقول لي ان في ماتشات هتتلعب، السموحه هيلعب مع الاهلي وبيراميدز هيلعب مع الاهلي والمصري هيلعب في شهر 8 مع الاهلي. طب ايه الحل دلوقتي؟ دي حسبيس، لانه لو احنا اتحاد الكره خد قرار مثلا بارسال الزمالك والاهلي دوري ابطال افريقيا مفيش مانع، محدش يعترض. لكن الخناقه هتبقى على الاثنين اللي هيروح الكونفدراليه، ومن حق الفرق انها ترغب في هذا الامر. اسم كبير، اداء هيفرق كتير معاهم، حاجه زي بيراميدز يقول لك السنه الثالثه على التوالي ابقى مشارك في الكونفدراليه، سموحه عاوز يرجع، المصري عاوز يوصل قبل كده للنهائي قبل نهائي الكونفدراليه مع كابتن حسام حسن، فكل دول هيبقى عندهم. ليه بقى الازمه دي؟ عشان محمد فضل صديقي العزيز يعني وعمرو الجنايش. الازمه والورطه السوداء اللي احنا عايشين فيها لغايه دلوقتي في الدوري المصري. ومن هنا في مشكله هتحصل، وهيبقى في خلاف هيحصل بين بيراميدز والمصري وسموحه، وهم الاقرب. ممكن يدخل بقى الاتحاد السكندري وبتاع، ممكن يطلعوا لو النتائج دول بينقعوا في النتائج ودول بيصعدوا بيفوزوا، فلا الموضوع في المركز الثالث والرابع كبير قوي. هل هيعمل زي السنه اللي فاتت؟ خلاص بتوع السنه اللي فاتت يعني طلع المقاولين؟ ما اعتقدش، ده المقاولين كان بيدبدب في الارض عشان البطوله الافريقيه يروحها، وانه عاوز يكمل الدوري عشان عنده فرصه ان يبقى في الثالث. يبقى انت ليه ما تسمع وكملنا الدوري السنه اللي فاتت عشان المقاولين وبقى الرابع وصعد وخرج بعد الدور الاول، ضيع علينا السيف الجزيري بس وخلاص. فايه اللي هيعمله احمد مجاهد خلال الفتره الجايه؟ لها ورطه كبيره جدا جدا جدا. حاجه كمان، الرجاء في 2 لعيبه عيون اهل القمه في مصر عليهم، وهم بن مالونجو الزمالك عينه عليه، وسفيان رحيمي والاهلي عينه عليه. طيب ايه اللي جرى؟ ولا حاجه. مراسل نشيط مميز اسمه محمد طه عمل حوار متلفز بينه وبين مالونجا، سالوا فيه بشكل مباشر عن موضوع مفاوضات نادي الزمالك، قال مفيش حاجه لغايه دلوقتي وكل ما يقال هو اجتهادات، وانه مفيش حاجه وانا راجل مستمر وليه عقدي وبلعب مع الرجاء في بطوله افريقيه مع نهايه الموسم، لو في عروض يبقى نادي الرجاء يقرر ايه اللي هيحصل، لان انا لسه عقدي ممتد مع مين؟ مع الرجاء. لكن قال
محمد طه، وانا اثق فيه ثقه عمياء، انه سفيان قال له انه في مفاوضات مع الاهلي وانه بيفضل انه يجي يلعب في مصر وهيبقى سعيد. خلاص حصل حاجه؟ عادي، كلام عادي يعني، ما قالش كلام وحش، في مفاوضات. وبدر بنون اللي بيقوم بيها. طيب ايه المشكله بقى دلوقتي؟ انه سفيان رحيم يطلع نفي للكلام ده، وانا ما قلتش ما اتكلمتش مع صحفيين، لا هو اتكلم مع صحفيين مراسلين او صحفيين، لكن هو اتكلم. لكن الاخوه في الرجاء ولهم الحق زعلوا، وجمهور الرجاء زعل، انت في ايه ولا في ايه؟ وبعدين انت كده كده في عقدك مع الرجاء، اما الرجاء يقول يوافق بشوف انت هتوافق ولا هترفض. ودي وجهه نظر محترمه جدا من الرجاء. هنا الذكاء اللي عمله بيما لونجو هو اللي ورط سفيان رحيم، لان الراجل عارف ان في مفاوضات وان الزمالك اتكلم وكلاءه وكلم من نادي الرجاء وما وصلوش لاتفاق، بس عارف ان في كلام، فقال لك اجتهادات مفيش حاجه، واسم الزمالك اسم كبير في افريقيا، بس خلاص احترم ده واحترم ده وخلع. لكن سفيان كان مبحبح، فواضح انه كان يعني قاعد قعده صراحه فبحبح وقال الحقيقه، وبعدين ما الحقيقه زعلت قام راجع في كلامه وبزل بيان على الانستجرام بتاعه اول ما وصل للمغرب وحاجات زي كده، لان لقى رد الفعل كبير. وعلى فكره رد الفعل اللي على بين مالونجو وسفيان يخلي اللعيبه يبقوا قريبا في القاهره. ازاي؟ مسافه مركبه طيارتك ووصلت المغرب مفيش حد في المغرب الا وبيتكلم على التصريحات بتاعتك انت او هو، سواء مؤيد هنا او معارض هنا. من هنا يجي اهميه مصر والدوري المصري والاعلام المصري. عشان كده اللاعب اللي يجي مصر بيبقى منور نور زاهي قوي جدا. عشان كده اللي حصل امبارح ده يقرب الاثنين من مصر والايام بينا. خلاص؟ لكن نكمل بقى حاجاتنا التانية. في وكيل اسمه أحمد يحيى. الوكيل ده وكيل لعبي. أنا بتعامل معاه بصراحة باعتبار الحاكم بأمره في نادي الزمالك. هو الوحيد اللي يقدر يعمل لك مشاكل يا نادي يا زمالك ويا جمهور نادي يا زمالك. يعمل مشكله واثنين وثلاثه وعشر. ده معاه تقريبا 8 لاعبين من اهم اللعيبه اللي ممكن يكونوا بيلعبوا في الزمالك، معاه الونش، مع طارق حامد، مع مصطفى فتحي، مع امام عاشور، مع محمد عبد الشافي، مع جنش ومصطفى محمد، وقبل كده كان في مؤمن زكريا وكهرباء، ويساعدهم هما الاثنين في الانتقال للنادي الاهلي، كلهم بطريقته. ومع ذلك نادي الزمالك محترم جدا انه لسه بيتعامل مع الراجل ده والوكيل ده، عشان اللعيبه رابطين ايديهم في ايديه ضد الزمالك. الراجل اللي خلى مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعافي عنه يسيب الزمالك ويمشي، وكهربا برضه، ودلوقتي شغال في موضوع مصطفى فتحي، وبعد شويه هيجي طارق حامد. فاحمد يحيى هو الحاكم بامره دلوقتي في نادي الزمالك. عشان كده لازم اداره الزمالك تاخد بالها وتنتبه لاحمد يحيى، اللي اصلا علاقته بينه وبين الونش كانت بتنقطع، واول ما الزمالك اتكلم بشكل مباشر مع الونش وقعد مع الونش وونش وقف قام ناطط في التصوير وقال له ده انا هجيب لك عقد اكبر. انا ما اعرفش، انا قلت لكم الارقام اللي عندي بتاعت الوينش وما اعتقدش انها اتغيرت. اخره يكون لو عمل حاجه في العقد الاعلاني، ليه؟ عاوز يسترزق حقه. وبرده معاه نصر منسي وخد منه فلوس كويسه قوي 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 قوي، هو بينتقل من الداخليه لبيراميدز. يعني ان كنت ناسي افكرك. فمفيش مانع في ان انت تعمل ده، لكن ما تتحكمش في الزمالك. ومصطفى محمد بقى يقول لك اما ارجع وما ارجعش، وانت فين طيب؟ ما بتعملش حاجه ليه؟ ايه شغلتك يعني؟ انه مؤمن زكريا وكهربا يمشوا وانت تاخد نسبتك من رحيلهم،
وانتقالاتهم. امام عاشور الازمه اللي عنده مع المحله، وانت ما تتدخلش ولا تحافظ على اللاعب ولا تحل له مشاكله، ولولا اللجنه بتاعت الكابتن حسين لبيب اللي ناس كتير كلموها قالوا لها ما ينفعش يحصل الازمه دي، فتتواصل هي مع غازي المحله وتحل المشكله. دول عشان 500,000 يا كابتن احمد، كابتن احمد يحيى 500,000 جنيه. انت عارف حضرتك خدت كام في انتقاد ناصر منسي؟ افتكر في 500,000 جنيه. ومع ذلك هنا بقى ننقل على ان الراجل الحاكم بامره ده مش مهتم بلعيبته، هو خد الفلوس وطار. يبقى يجي لهم بعد سنتين بقى يقعد يكلموا في التليفون، يبعت لهم رسايل يقول لهم ايه رايكم، ابعت له انا عندي عقد حلو قوي اجيب لكم حاجات كده يعني. فنيجي بقى ننقل من احمد يحيى اللي بيجي بس في الاوقات دي واللعيبه بتاعته بقى ومشاكلها وحاجات زي كده، يقول لك ده زملكاوي ده ما بياخدش فلوس من حد. ما اعرفش الحكايه دي يعني، في بعض الناس تقول لك ده ما خدش فلوس في انتقالات ايه او مين، الله اعلم. انا اشك طبعا ان مفيش وكيل ما بياخدش فلوس، طبعا نحترم الناس كلها، لكن دي حاجه ودي حاجه. من هنا نروح على ازمه امام عاشور. امام عشان زملكاوي اصيل وكان عاوز يجي، بتوع المحله صمموا يدفعوا فلوس زياده والزمالك مرضيش، وده كان خطا من الزمالك، مليون جنيه يعني، فقال هيدفعهم هو في شيكين 500 في 500. دفع واحد والتاني حصلت فيه ازمه، فبتوع المحله بيروقراطيه شديده وروتين اشد، موظفين حكومه قاموا ماشيين اجراءاتهم ومقدمين بلاغ ضد اللاعب وخدوا حكم ضده شال 500,000 جنيه. لما جت لجنه حسين لبيب اول 48 ساعه لقت الحكايه دي، حاولت تواصلت معاهم واتفقت اتفاق جنتلمان على حل الموضوع. امبارح مضوا الاتفاقات على الحكايه دي، ودفع الزمالك 250,000 جنيه وشيك يوم 19 يوليو ب 250,000 جنيه. اما راحوا بقى الناس اللي كانوا موجودين مفوضين دول بتوع الزمالك المحله لبتوع المحله هناك، قالوا ابدا ابدا ما نتنازل عن القضيه ضد امام عاشور الا اما يتم تحصيل ال 250. يا سيدي ما الزمالك مديك شيك ب 250,000، ده الزمالك يقول لك ابدا ما يحصلش. متبت على الحكايه دي، ما اعرفش، انا مش فاكر مين اللي ماسك شركه البتاع دي، هو وزير قطاع الاعمال برضو اهلاوي وكده، ما فيش مشكله يعني، بس ربما الجزء الاهلاوي يخليه يمسك في الروتين شويه ويتشبث ويقول لك ده الحق. مش بس كده، ده كمان طالبين ان الزمالك يدفع مصاريف القضيه بتاعه اللي رفعها المحله، يعني عاوزين ياخدوا بقى ما اعرفش مصاريف المحامي دي بتاع 20,000، المصاريف الاداريه بقى منها مليون جنيه، مش عارف 100,000 جنيه اللي هي بقى اتعاب مش عارف ايه حاجات زي كده، فالزمالك يدفعها برضه، والا ما نتنزلش وندخل اللاعب بتاعك السجن. غريب امر غزل المحله، غريب جدا، لكن اللي حصل حصل والزمالك هيدفع. وهم بس اهم حاجه الاخوه بقى في تنفيذ الاحكام يعني ما يطردوش اخونا امام عاشور، عشان المحله مقفش في ال 250,000 جنيه، ياخدهم دلوقتي او يستنى الشهر ده تنفيذ الاحكام يعمل في امام عاشور. خلي بالكم امام عاشور هيسافر يوم 15 او 16 لو راح كاس لو دار الاولمبيه، ويركب الطياره ممكن يطلبوا عليه في المطار تنفيذ احكام، عشان المحل عاوز 250,000 جنيه ممكن يضيع لاعب على منتخب مصر. 250,000 جنيه يا عم تنازل وحل القضيه. الزمالك وقع لك عقد، وقع لك عقد ومضي لك على شيك، خناقه بعد كده مع الزمالك مش مع اللاعب، حل الموضوع. لا ازاي؟ هنا بقى بدات تحس بالشعور انه الانتماء بيفرق. الانتماء المسؤولين ممكن يفرق، ودي حاجه محزنه ان كان ده صحيح. صحيح هم على الورق عندهم حق، صحيح على الورق ان دي الاجراءات، لكن في بقى ما يطلق عليها روح القانون والروح الوطنيه. يعني بروح القانون، اللاعب ده هيركب الطياره وهيطلع بره وفي المطار، اي ظابط هيقوم بدوره. ما ينفعش يعدي. طبيعي عليه حكم. عليه حكم، فازاي يعدي من الطياره؟ يعني مع شديد احترامنا. وبالتالي لازم الاخوه بتوع المحله يبقوا اكثر ليونه في الموضوع،
شويه. طارق اللي عايز الكابتن بقى شوقي غريب ابن المحله شخصيا ما تدخلش بقى وقال لهم خلاص يا جماعه وكلم الناس. يعني الكابتن شوقي غريب على الاقل لو هو عاوز امام وهم من ابناء مدينه واحده مدينه المحله وابناء نادي واحد غزل المحله والمسؤولين دول بتوع غزل المحله هيأثروا على مسيره المنتخب الاولمبي الذي يقوده ابن غزل المحله شوقي غريب. فيجب ان الكابتن شوقي غريب برضه يدخل كده ويشرح الحكايه دي. لكن ازمه عاشور مستمره، عرض مستمر عشان اخواتنا في غزل المحله مصممين ياخدوا كل الفلوس كاش ماني كده وبعدين اتنازل. التنازل ده هيتاخر والتاخير ده ممكن يؤثر على سفر امام عاشور. ما احلى الكلام ده عند الاهلاويه بقى. الاهلاويه هيبقوا سعداء قوي ان الواد ما يسافرش مع منتخب الاولمبي ويمثل منتخب مصر يمكن يتالق. ويبقى الاهلاوي اللي بيهاجم رموز النادي الاهلي، اللاعب الزملكاوي اللي بيهاجم رموز النادي الاهلي يتالق مع المنتخب الاولمبي. ممكن لعيبته بنسبه 90% ولا لاعب من النادي الاهلي هيروح كمان عشان نهائي افريقيا يعني. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه انه الزمالك هيستدعي اخونا مصطفى فتحي في شهر 7 اللي جاي في بعد الاجازه يعني توقف عشان يبداوا يتفاوضوا معاه على تجديد عقده لان هو عقده يخلص السنه الجايه وملحقه في يناير يوقع. فهم هيبداوا معاه من بدري في شهر 7 اهوت عشان يحلوا الموضوع. اما نشوف الاخ احمد يحيى بقى وكيل مصطفى فتحي هيعمل معانا ايه. على فكره ممكن الزمالك لو هو لقاه يعني مضيق الدنيا ممكن ما يتعملش معاه تاني. يبقى حبه دول ما لهمش تاني عنده هنا خلاص. عبد الشافي السنه اللي جايه هيعتزل وجنش زيه وطارق حامد سنتين ويعتزل. امام عاشور يخلوه يلغي العقد، ما رايح دفعوه فلوس يلغي العقد والكلام بتاعه. يعني ده كفايه اللي عمله مع ابو زكريا وكهربا يا راجل. تمام؟ فمصطفى فتحي هيكون في شهر 7 ان شاء الله مع بدايه 7 في جلسات مع الزمالك لتجديد عقده ان شاء الله، وان شاء الله يجدد عقده ويبقى اساسي. وخلي بالكم المكان اللي هيكون فيه مصطفى فتحي ده مكان زحمه. جناح ايمن ده اللي هو ايه؟ في شيكا وما ادراكم ما شيكا، في اوناجم وفي زيزو وفي فتحي مصطفى فتحي. تمام؟ من مصطفى فتحي بقى الى احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو والده هو اللي بيقول مفاوضات، ودي اكتر حاجه مقلقه بالنسبه لي. والده واضح وصريح واتكلم في مدخلات مع اعلام المقاول الصبح عن ان ابني ما بياخدش فلوس زي اللي جنبه وحاجات زي كده. في كلام اتقال انه لجنه اللواء عماد كانت فتحت كده باب موارب كده اللي تعرف مطالب ابو زيزو، فقال لهم 20 مليون جنيه في السنه. ده اللي هو ما حدش بياخده من اللعيبه المصريين من اساسه يعني. حتى الواد مش فاكر، ما فيش لعيبه في الزمالك خالص بياخدوا 20 مليون جنيه مصريين يعني نهائي. حتى طارق حامد ما وصلهاش، حتى محمد عواد اللي احنا بنقول عليه بياخد اعلى راتب ما وصلهاش. ما وصلش الارقام دي اللي وصلوها الاجانب سواء بن شرقي او وبن شرقي واخونا ساسي، بس هم دول وصيل الرقم ده ومعديينه بالطبع. يعني بن شرقي ممكن يكون بياخده دلوقتي هيعديه بعد شويه، اما اخونا ساسي كان بيعديه. فهو مصمم على ارقام كبيره، واداره الزمالك مصممه على ارقام شبه بتاعت الونش. وما هو مصمم على الحكايه دي الموضوع ممكن ايه ما يتحلش بسهوله، خصوصا لو اصر على ارقام. طبعا ما فيش حاجه اسمها 20 مليون دي، يعني انسى الرقم ده خالص. بس ممكن تلاقيه 12 زي اخونا اوباما. اللاعب اللي هياخد 12 مش هيجي له عقود، مش هيجي له عقود اعلانيه، مش هيتعمل له عقود اعلانيه نهائيا. لان ده اقصى حاجه اللعيبه هتاخدها في الزمالك 12 مليون. ده لو اصلا زيزو صمم او ابوه. تمام؟ او ابو زيزو بصراحه. اللي اعرفه ان زيزو ما عندوش مانع على الاستمرار، لكن المشكله الماليه مع ابوه. وابوه المتحكم فيه ومتحكم في الزمالك دلوقتي، وبيقعد بقى يتكلم وبتاع. طبعا الزمالك مش عاوز يعمل مشكله مع اللاعب لانه في فتره حساسه. هو عايز يامن الدنيا، وفي نفس الوقت اتصور انه الونش قد يكون مثل للاعبين، لكن ممكن للاعبين بس مش لاولياء الامور.
يعني هو ممكن الونش يكون مثل للاعيبه زملائه، لكن مش لازم يكون مثل لاولياء امورهم. فاولياء امورهم زي ابو زيزو كده ماسكين في ارقام كبيره، الارقام الكبيره دي مش هتتحقق، وانه اقصى حاجه ياخدها صاحبنا دي ممكن تبقى 10 11، ولو ساعتها وصل 10 11 مش هياخد اعلانات عدد، بل ان كمان زاك هيصمم انه يحطه في العقد انه لو جاله اعلانات او اي ظهور تلفزيوني هياخد 50% منه، مع يعني العقد اللي بين اللاعب والشركه الرسمي نسخه طبق الاصل مختومه من الشركه اللي عامله العقد، عشان ما تجيبش مثلا عقد فيه جنيه وهو لا، اللي عقد اللي الشركه مقدمه للضرايب هيجي منه، فال 50% هنا دي وجهات نظر تتعمل يمين وشمال اما نشوف الحكايه هتروح فين. يعني في نفس الوقت الزمالك، ولسه بقول لكم، هيحط سياسه ماليه جديده في التعاقدات مع اللعيبه المحترفه. يعني لو كارتيرون استقر على لاعب اسمه صاد، صاد ده بيلعب في منتخب بلاد ولا ما بيلعبش؟ ما بيلعبش، يبقى اقصى فلوس الزمالك هيديها له هي 500000 دولار في السنه. يعني ده السقف بتاع التعاقدات الجديد للاجانب، سقف تعاقدات جديد للاجانب، تمام. طب لو لاعب بيلعب في منتخب بلاده، هنا بقى حاجه تانية، بيلعب في منتخب بلاده يبقى مليون دولار لغايه مليون ونص، من مليون دولار لمليون ونص، معناه انه لاعب دولي خبره اسم هيفيد، فبالتالي يستفيد من. اما ابو 500 فالزمالك هو اللي هينوره ويخليه يروح المنتخب، فيبقى هو استفاد من الزمالك، فاهمين؟ فهنا الزمالك هيستفيد منه، من الخبره اللي في المنتخب، واللي مش في المنتخب هو اللي هيستفيد من الزمالك. عشان كده عملوا سقف تعاقدات مرتبات للعيبه الاجانب من 500000 اقصى حاجه اللاعب الغير دولي، واقصى حاجه مليون ونص، يعني لو كان مين يبقى ده اللعب خلاص. طيب نيجي بقى لمباراة المقصة. مباراة المقصة في الكاس مهمة جدا، لانه رغم عدم اهمية الكاس، لان الكاس البطل بتاعه مش هيبقى ليه اصلا غير في السوبر المصري، لكن مش هيروح افريقيا ولا اي حاجة يعني. وحتى الاهلي والزمالك هما اللي بينجموا السوبر، غير كده هتلاقي بقى السوبر رايح جاي بيختفي لغايه ماتش طلائع الجيش والمقص، والاهلي يتلعب بقى في اي لحظه كده في اي زنقه، تمام. ف كارتيرون التشكيل اللي احنا شفناه الماتش اللي فات بالغالب هيكون هو، ما عدا ان عبد الغني هيطلع ويدخل مكانه محمود علاء، واحتمال المسلوسي او حازم امام مكان احمد عيد، لكن الباقي زي ما هو. لو مروان شكله ممكن، مروان برضه شكله كده الله اعلم، لكن طبعا سيف الجزيري مفيش زيه، الا كارتيرون عنده وجهات نظر تانية يعني الله اعلم. يمكن مقصة بقى هو اسمه ده بقى يلعب على المقصة ولا حاجة، عنده ماتش بقى في الدوري بعد شوية، تمام. فجنش هو اللي هيكون موجود حسب المعلومات مستمر، عشان الراجل معجب بالاداء اللي عمله قصاد اسوان، الكام كوره اللي صدهم في اللحظات المهمه دي، فده قال لك الراجل ما عملش حاجه غلط فيكمل. اما نشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي، واخده الزمالك الى فين فيما هو قادم، وان شاء الله تعالى بالليل هحاول يكون عندنا فيديو برضو نتكلم فيه عن الجديد والجديد في الزمالك. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وزيك بالله أدنى شك، فضلا منكم وليس أمرا مني.